السلام عليكم، كيراكم دايرين؟ جيت تكونوا بيان. رانا للجوج دايرين بونيات. والفيديو تاع اليوم خوتي، اش هي الفيديو تاع اليوم؟ الفيديو تاع اليوم هي فيديو شابه بزاف، على خاطرش هي ميلونج بين ثقافه، بين شويه تاع الخوف، شويه تاع ستريس. الا انت خواف تفرج هذا الفيديو باسكو عبالي غادي تقول بلي انا ماشي خواف. المهم خوتي، اليوم جبنا لكم واحد لي زيستوار، واحد القصص تاع واحد الصوالح اللي فاتوا في التلفزيون، وهما كيما نقولوا حنا يخوفوا ولا يشوكوا اللحم تاع الانسان كيشوفهم. وقبل ما نبداو كيما مداري، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابونونا ثاني في انستغرام باسكو كاين بزاف جديد، وكاين واحد الريل حاطينه مادا بكم تروحوا تشوفوه. في عام 1978 في واحد القناة أمريكية اللي سموها ABC كانت كاينة واحد الإيميسيون سموها The Dating Game Show. يجيبوك شغل واحد المرأة ويديروا واحد الستار في الوسط، ويجيبوا ثلاثة تاع رجال مور هذاك الستار، هي تبدأ تسقسيهم أسئلة وما يبدوا يجاوبوها، وغير بالأسئلة بلا ما تشوفهم تختار واحد فيهم وكشغل تولي معاها، ومن بعد بالك مع الوقت تزيد تتزوجه ويولي راجلها وتولي مرتاح ويكملوا حياتهم في راحة. وفي هذه الحلقة واحد المرأة شاركت سموها شيريل برادشاو، واللي مور بزاف اسئله كيما قلت لكم اختارت واحد من هذوك ثلاثه رجال اللي سموه رودني الكالا. ولكن مور الحصه هذه شيريل تراجعت على القرار تاعها وديسيدات ما تروحش مع هذا الراجل، ولازم تعرفوا باللي هذا الديسيزيون سلكتها في حياتها باسكو كانت قادره تموت. وعلاش هذا الديسيزيون سلكتها؟ عام موراها لابوليس حكمت على هذاك الراجل اللي سموه الكالا على خاطرش قتل واحد الطفله صغيره واللي عندها 12 عام واللي سموها روبين سامسو. ومن موراها مي بداو يديروا فلونكات تاعهم، لقاو بلي هذا السيد هو قاتل متسلسل، قتل شعال من المرأة، ولقاو واحد لي بروف اللي يبينوا بلي 100% قتل 7 تاع نساء ما بين 1971 حتى 1979. وكاين واحد التهم واحد اخرين اللي لابوليس ما قدتش تلايم لي بروف بزاف باش تتهم الكالا، على خاطرش الكالا متهوم بقتل 50 امرأة واحد اخرى، وكاين بزاف واحد اخرين يقولوا بلي قتل 130 امرأة. دونك هذيك المرأة اللي تراجعت على القرار تاعها كانت قادرة تكون 131. دروك خوتي نروحوا لانيكدوت الزوجه ولا القصه الزوجه تاعنا تاع برايس ويليامز. في 26 اوت 2015 واحد جورناليست اللي سموها اليسون باركر كان عندها 24 عام في هذاك الوقت، كانت تدير في واحد الروبورتاج جوه 7 تاع الصباح. لاسين اللي كانت تدير فيها هذا الروبورتاج سموها WDBG، وهذا الروبورتاج على واحد البلاصه سموها مونيتا جاي في فيرجينيا في امريكا. والصحفيه كانت تسقسي في واحد المراه في واحد المكان اللي سموه بريدج واتر بلازا، وهاد البلاصة سياحية يجوا لها بزاف ناس. حتى فجأة جا واحد السيد من موراهم قتل الصحفية وبان في الكاميرا نورمال، وزاد قتل الكاميرامان. الكاميرامان سموه ادم وارد وكان عنده 27 عام، وهذيك المرأة اللي كانوا يسقسوا فيها تاني تير عليها ولكن هربت سلكت من الموت. صرات لايف في التيفي، الناس كاع شافتها وداروا لي هاشتاج ديركت عليها في تويتر، سيد حكموه ديركت ولقاو باللي هو تاني صحفي وسموه برايس ويليامز. والحاجة اللي بيزار لقاو باللي هذا السيد مين تير عليهم كاميرا بالتليفون تاعه كاع شا صرا، وحط هذيك الفيديو في الفيسبوك وقال لهم في التويتر باللي روحوا شوفوا في الفيسبوك تاعي راني حطيت فيديو وين قتلت فيها هذيك الصحفيه. وموراها لابوليس لقاته، بصح هو هرب باللوطو تاعه وهرب لهم في الطريق وتودر لهم، ولكن لابوليس موراها ما طولتش ولقاته داير اكسيدون مقلوب في وسط الطريق، داير اكسيدون غراف، داوى في لومبيلونس للسبيطار كاع الاقرب لهذيك البلاصه، ولكن مات تما في السبيطار. علاش دار هاك؟ اسكو هذا السيد مهبول؟ هي سيفري مهبول على خاطرش وصل لك قتل، ولكن اش هما الصوالح اللي دفعوه باش يدير هذه الجريمه؟ قبل ما يدير هذيك الجريمه ارسل واحد الدوكيومون لاشين تاع ABC، فهمهم كل شيء وقال لهم بلي درت كيما هكا باش نفونجي المجزره تاع شارليستون. وهاد المجزره دارها واحد السيد سموه دايلان روف، ودارها شهرين قبل القصه هذه اللي صرات في ولايه كارولينيا الجنوبيه. في 17 جوان 2015 وين دخل واحد الكنيسه وقتل فيها 9 ناس، وهادو 9 ناس كانوا كاع من الكحالس تاع الماريكان. السيد هذاك دايلان روف كان بيض وراسيست يكرهه، والصحفي شادر قال لهم بلي بغيت نخلف زعما الطأر تاع اللي قتلهم هذاك الابيض، وقتلت هذه جورناليست بيضاء في التلفزيون قدام كاع الناس باش يشوفوا، لخاطرش هو تاني من الكحالس تاع امريكا، تما كشغل خوته غاته، قال لهم كشغل مضريت بزاف من هذيك الحاجه اللي صرات وقريب هبلت. القصه الثالثه هي البيراطا تاع ماكس هيدروم برودكاست. في 22 نوفمبر 1987 واحد لي شانت بيراطاو وفوتوا فيهم واحد لي فيديو يخوفوا، وحتى لدروك ما عرفوش شكون اللي دار هذيك العمليه. الخطره الاولى صرات لاشين رقم 9 تاع WGN TV على 9 تاع الليل وقعدت 25 ثانيه، والخطره الزوجه صرات لاشين WTTW وقعدت 90 ثانيه. وش صرا؟ شنو هما هاد لي فيديو هاوي؟ I'll get you a hot drink, man.
وفي 2006 صرات واحد الحاجة تشبه لها في واحد لاشين واحد أخرى ولكن مشي معروفة بزاف ودامت لمدة 6 دقائق وهذا الخطر الفيديو يخوف. كما راكم تشوفوا خوتي الاولى خرج واحد الميساج يقولوا لهم فيه غادي نقدموا لكم واحد العرض خاص وموراها يقولوا غادي تشوفوا واحد صوالح شابين وموراها غادي يبانوا واحد الاوجه يخوفوا بزاف. تما خوتي قبل ما يبانوا الا نتوما خوافين مش قاش تشوفوا. القصة الرابعة تاع لويس ريستو في 16 جوان 1983 صرا ماتش تاع بوكس ما بين بيلي كولينز جونيور ولويس ريستو والماتش كان شباب وشيق ودام لمدة 10 تاع لي راوند ولويس ريستو اللي جاي من بورتوريكو كان خير في الماتش وكان يضرب بزاف وفي هذاك الماتش كان مام حاضر محمد علي ولكن اللاعب الاخر اللي هو بيلي كولينز جونيور اللاعب الامريكي وجهه قاعد خسر ودي فورما بطريقة غير عادية وبداو بعض الشكوك في الماتش ومن الماتش كمل بيان سور ربح لويس ريستو وبدا يحتفل مع الفريق تاعه وكاع ومراها راح يسلم على الخصم تاعه باش يبين باللي الماتش ندار في اطار روح رياضيه وزاد مراها سلم على الكوتش تاع بيلي كولينز ولكن تماك الكوتش هذا قضبه من يديه وقال له قلع لي غون تاعك. تماك لويس ريستو بغى يهرب وكسول بان في وجهه باللي راه مستريسي وباللي راه داس كاش حاجه ولكن قال الايكيب تاع بيلي كولينز طاحوا عليه ولكن قع هكا وما قدوش ولكن مور الماتش الاب تاع بيلي كولينز عرف السر تاع لويس ريستو كان داير سيما في لي غون تاعه تماك شغل كي ضربه يطبق هذه مور اللي اللجنه عرفت قلعوا له اللقب والماتش رجع بدون فائز ولا سون ديسيزيون ما داوش قرار موراها لويس ريستو طردوه نهائيا والى الابد من عالم البوكس ودار مام بعض السنوات في السجن ولكن النهايه كانت محزنه اكثر للاعب الاخر بيلي كولينز فقد عينه راحت صايمه ولاتش تخدم طفات نورمال ضربه بالسيما وكان مضطر باش يحبس البوكس وزاد واحد النهار دار واحد الحادث خاطر بزاف واللي مات فيه ولكن العائله تاعه كانت تقول بلي هذا ماشي حادث هذا سويسيد على خاطرش قبل الحادث كان ما يبانش كاع نورمال. دروك غادي نروح لكم القصه واحده اخرى اخوتي في صيف سنه 1989 صارت واحد الحاجه ولا واحد الايفينمون بيزار اللي خلى لا تيليفزيون تروح تجري لواحد الدار وهذا الدار كانت في واحد المدينه صغيره اسمها بوفور في كيبيك في كندا. مولين دار كانوا يشتكوا ويقولوا باللي راهم يصيروا واحد صوالح انورمال في هالدار ومام بارانورمال ويخوفوا ودي فوا يكونوا مجمعين حتى حاجه تضرب الحيط تاع الدار ودير ثقبه في الحيط. دونك لي تيكنيسيان شنو داروا؟ جاو حفروا هذاك الحيط باش يشوفوا كاش ما كاين داخل ولكن ما لقاو والو ما كان حتى حاجه اللي تخلي الحيوطه ينضربوا ولا ينثقبوا. والقصة زادت شاعت مور اللي عرفوا بلي كان واحد الراجل اللي مات في ديك الباطمة في واحد الظروف غامضة شهر قبل ما تبدأ هذيك الحادثة وتماك وين جا دور تاع الصحافة والتلفزيون باش يديروا الريبورتاج تاعهم باينة وتماك وين صارت الحاجة اللي ما كانوش يتصوروا ولا يتوقعوا فيها على خاطرش قبلها الناس كاع كانت تكذب وكانت تقول بلي هاد لافامي غير باغية تشي ولا مانيش عارف عفسك كيما هاكا بصح ولا من جا التلفزيون وكاميرا ولي كاميرا كاع الناس انخلعوا. Quel phénomène se produit dans la maison? Que le mur avance. Tiens, vous l'avez. Non, vous ne rêvez pas, ce mur a été secoué sans que personne ne le touche. كما راكم تشوفوا خوتي المراه مولات هذيك الدار مي كانت تهدر موراها الحيط انضرب لايف في التلفزيون والشرطه اكدوا بلي كانوا في الدار وما كان كاين حتى حد واحد اخر هكا زعما باش يضرب الحيط ولا وكانوا كاينين ثاني لابوليس ما من الجهه الاخرى تاع الحيط وقالوا بلي ما كان والو على خاطرش كانوا يديروا فلونكات تاعهم او ميم طون حتى حد ما نجم يحل هذا اللغز حتى موالين الدار راحوا وهربوا من ديك الدار والحاجه اللي بيزار سيكو من راحوا هاد الحوادث حبسوا. وهنا خوتي نكون وصلنا لافان تاع هذا الفيديو جيسبر تكونوا استمتعتوا وتكونوا اكتشفتوا صوالح جدد اللي جامي عرفتوهم مقبل وماذا بكم تابونوا باش نلحقوا 2 مليون دابوني ان شاء الله قبل لافان تاع 2022 نطردقوا كاع لي سكور ان شاء الله. دونك خوتي تاني في الانستغرام تاعنا ابونوا باسكو كاين جديد بريس كل يوم لي ستوري لي ريل غادي نشبعوكم ان شاء الله بالكونتوني فوالا خوتي قول
تبغى نكملها باش بغيت تهضر؟ لا كمل يتنهد. فوالا اخوتي نخلوكم ان شاء الله نتلاقوا منا على 7 سنين في فيديو واحد اخر ان شاء الله، ولا منا على مغض هكذا.